إذن متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من حلب مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان معنا عبر الهاتف. تحية لك أنس. تحية لك. أنس، لو تضعنا في صورة إذن التطورات، المستجدات، التفاصيل فيما يتعلق بزيارة الوفد الحكومي إلى حلب، ماذا عن جدول أعمال هذه الزيارة؟ بداية بتوجيه من السيد رئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وصل صباح هذا اليوم وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس الحكومة السورية بوفد يضم 15 وزير، منهم وزراء الداخلية، الصحة، أيضا وزراء المالية، الاقتصاد، الموارد المائية، الكهرباء، التربية والإسكان، وأيضا السياحة ووزراء آخرون. وصلوا إلى مدينة حلب، ويعتبر هذا الوفد هو الأكبر الذي يزور مدينة حلب، ليس فقط منذ بداية الحرب، منذ سنوات. عقب وصول هذا الوفد بدأت الاجتماعات مع المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومجلس المدينة، إضافة أيضا إلى المسؤولين في الحزب. عقب هذا الاجتماع أيضا عقد اجتماع آخر في القصر البلدي في مدينة حلب. هذا الاجتماع أيضا ضم عدد من الخبراء وعمادة الكليات لا سيما الهندسة والعمارة، وانتهى الاجتماع الثاني منذ قليل، وهنالك اجتماع ثالث عقد في مكان آخر أيضا مع عدد آخر من الفعاليات. كل هذه الاجتماعات لوضع صورة أولية فعليا للبدء بإعادة تأهيل الأحياء التي استعادت قوات الجيش العربي السوري السيطرة عليها في وقت سابق، وهي الأحياء الواقعة شرق المدينة، سواء من ناحية البنى التحتية أي الخدمات، الهاتف، الكهرباء، المياه، وصولا أيضا إلى تزويد مدينة حلب بما يكفيها من المحروقات من البنزين، المازوت، وأيضا أسطوانات الغاز. من خلال تواجدنا في هذه الاجتماعات كان هنالك يعني أمر يعتبر غاية في الأهمية. نعم. بالنسبة للموازنة هنالك شيء، يعني هنالك ميزانية مفتوحة لمدينة حلب، هذا ما أكد عليه رئيس الحكومة السورية، وهذا يعني بأن هذه الميزانية المفتوحة تعني فعليا بأن الحكومة يعني تسعى إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سنوات. نعم. الحرب. أنس، إذا أردنا أن نتحدث عن الأولويات أيضا، لو تضعنا في صورة التفاصيل فيما يتعلق بهذه النقطة من فيما يتعلق بالأولويات الآن. من خلال حضورنا في هذه الاجتماعات كل شيء هو يعتبر أولويات لدى الحكومة السورية، أي قطاع الصناعة، عودة المدينة الصناعية إلى العمل، وعودة يعني دوران عجلة الصناعة السورية هنا في مدينة حلب، من الناحية التجارية أيضا، من ناحية إعادة فتح الطرقات وتعبيدها، من ناحية المياه، كل يعني كل ما يهم المواطن الحلبي على الصعيد الخدمي والمعيشي هو من أولويات يعني الحكومة وهذا الوفد الكبير الذي جاء لمدينة حلب. وعندما نتحدث بأن رئيس الحكومة تحدث عن ميزانية مفتوحة، فهذا يعني بأن كل شيء أمام الحكومة ليكون أولوية باعتباره أنه يخص المواطن السوري هنا في مدينة حلب أولا. وأخيرا هنالك تأكيد يعني بطبيعة الحال من خلال هذه الزيارة التي ربما ستستغرق أكثر من 5 أيام، وربما وبحسب المعلومات الواردة لدينا بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسته التي يعقدها في كل أسبوع في العاصمة السورية دمشق، سيعقدها هنا في مدينة حلب باعتبار أن العدد الأكبر من الوزراء هو متواجد هنا في مدينة حلب، كل ذلك من أجل عودة الحياة إلى هذه المدينة. يمكن القول لكل أبناء المدينة بأنه ربما خلال بضعة أيام سنشاهد بأن العمل الحكومي عبر المؤسسات الخدمية والصحية ستعود إلى 7 بحرات وأيضا إلى المناطق الأخرى. ربما يمكن لنا القول اليوم بأن هذا الدعم الحكومي الذي يأتي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد سيعيد كل شيء إلى ما كان عليه في هذه المدينة التي يعني عانت معاناتها منذ دخول المجموعات الإرهابية المسلحة إلى أن أخرجها الجيش العربي السوري، وأيضا طهر مدينة حلب من هؤلاء الإرهابيين. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات أنس رمضان مراسل إخبارية سورية في حلب، شكرا جزيلا لك أنس.